أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق الله العظيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وكما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعل هذه الآيات نورا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم أنزل علينا من بركات القرآن ومن رحمات القرآن. اللهم أكرمنا بأنوار القرآن وتجليات القرآن. اللهم لا تحرمنا مجالس القرآن.
اللهم لا تحرمنا خدمة القرآن ولا العمل للقرآن، اللهم اجمعنا يوم القيامة مع أهل القرآن. اللهم إنا نسألك أن تهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اعف عنا يا كريم، اللهم اجبرنا يا رحيم، واجمعنا في جنات إخوانا على سرر متقابلين مع سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في هؤلاء الإخوة الكرام واجبر خاطرهم وجازهم عنا خير الجزاء. اللهم أكرمهم يا رب العالمين وبارك في هذه المسابقة وفي القائمين عليها. اللهم بارك في هذه المؤسسة، مؤسسة الماهر، وفي مسابقة الماهر. اللهم بارك في الحفظة والمعلمين والقراء والمشايخ والعلماء وأهل هذه البلاد، احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك وأكرمهم كما أكرموا القرآن يا رب العالمين. آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.